الفتنة لا شك أنها شأنها لا سيما بالنسبة لطالب العلم عظيم، وهي من الحجب التي تحجب القلب عن الفهم الصحيح للعلم الشرعي، وقد يعاقب بنسيان بعض ما حفظه من علم، وقد يعسر عليه حفظ ما يحتاجه، فعليه أن يدرك هذا وأنه مأمور بغض البصر، وأن من ترك النظر يورث في قلبه إيمان ويقين وطمأنينة يجد ويحس بها ولذة لا شك عوضا عن هذه النظرة المحرمة، فعليه أن يتصور هذا ويجاهد نفسه على غض البصر.